بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، تفضل يا سيدي. أنا عبد النبي أحمد السنوسي كعبه من كرداسة، وكنت شغال في الأوقاف لمدة 20 عاما، وهذه حياتي. طلعت معاش ومازال إن أنا أراعي أولادي وأراعي صغاري أحفادي وهكذا. كلمني عن اكتشفت أنت الشبه بينك وبين الشيخ الشعراوي. فضلتك، اكتشفت الشبه منذ ما توظفت في الأوقاف. فطبعا لبست زي اللي جبت الطبية لأني حبيت فضيلة الشيخ جدا، وطبعا ده قدوة لنا، قدوة حسنة رحمه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اتعلمت منه ايه من الشيخ الشعراوي؟ اتعلمت منه يعني بعض الأحاديث، بعد الأحاديث يعني مش كل الأحاديث كلها، ولكن اللي بيجي على لساني خفيف أديني يعني بقول، زي دعاء بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم أنت رب لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قول لي يا حاج عبد النبي، الناس بتتعامل معاك ازاي دلوقتي؟ والله بتتعاملوا بكل احترام وبكل ادب. وحضرتك انا يعني بركب توك توك، فطبعا كل اللي رايح واللي جاي: يا شعراوي يا شعراوي يا شعراوي. انا ملقب هنا بالشعراوي، في اي مكان في مصر ملقب بالشعراوي، الله يرحمه. ايه المواقف الطريفة اللي انت تعرضت ليها؟ الموقف الطريف اني انا راكب التوك توك فيبصوا فيه انا حاطط صورتين محبة في فضيلة الشيخ الله يرحمه، فبيبصوا للصورة ويبصوا لي، يبصوا للصورة ويبصوا لي، فعملية استغراب يخليني ان انا ايه أضحك. إحساسي بأني شبه الشيخ محمد بن سلمان الشعراوي فخور به، يعني أحمد الله وأشكر فضله إن أنا بتمثل برجل فاضل ورجل صالح. فضيلة الشيخ محمد بن سلمان الشعراوي هو قدوة لنا وقدوة للأمة الإسلامية رحمه الله. ما بعد 100 سنة عبال ما يجي واحد زيه، هو راجل علامة علامة علامة، وهنفضل نتعلم منه لمدى الحياة، والجيل اللي بعد منه بيحبه وبيعزه وبيتمنى يسمعوه، واخد بال حضرتك، ويتمنوا ان هم في كل رمضان، هو معاد رمضان هو بيحبوا يستمعوا له
يستمعوا له وفيه راحة نفسية، فيه راحة نفسية وجسدية وراحة علمية. يعني هو قدوة لنا، يعني الله يرحمه ويسمح له ويرحم الشيخ ابنه الشيخ محمد عبد الرحيم، ويرحم الشيخ أحمد، الله يرحمهم ويسمح لهم. أنا كل جمعة أنا بسمعه وأتفرج عليه، وأتمنى لكل شاب وكل شابة وكل صديق وكل حبيب يسمع مولانا وفضلت الشيخ محمد متولي الشعراوي، لأنه هو قدوة للعالم كله، قدوة للعالم كله، وهو يعني مازال ومازال هيفضل في قلوب العالم، هيفضل في قلوب العالم. إن راجل ونعم الرجال، فضلته الله يرحمه كان علامة، رجل علامة بمعنى الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في حديثه القدسي: يا ابن آدم إذا رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وجعلتك عندي مرضية، وإذا ما رضيت بما قسمته لك وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا ترقد فيها كرقد الوحش في البرية، ولن ينولك إلا ما قد كتبته على إليك.